تجرحيني كده؟ ايش الشيء اللي سويته غلط عشان تغضبي عليا كده؟ هو انا عشان ابغاكي ترتاحي من المدرسه وتعب المدرسه تسميه غضب عليكي؟ انا شايفه انه عيب في حقنا انك تشتغلي وتجيبي مرتب في بيتنا. جوزي موافق على كده. اخليه يقول لك بلسانه بلاش مدرسه وبطلي شغل. احمد لا يمكن يقول كلام زي هذا. احمد انسان صاحب مبادئ. يعني ايه الحكايه عنها بيني وبينك؟ طيب اشوف كلامي ولا كلامك اللي يمشي. وليه هذا كله يا امي؟ ليه؟ عشان ما تمشي كلامها علي. ولا انت معاها كمان؟ معاها في ايه بس؟ يعني هي اذا راحت المدرسه بتروح عشان فلوس ولا واجب وطني بتقنبه؟ وبيتها ما هو واجب عليها. بيتها ما هي مقصره فيه يا امي، قايمه بواجبي واكثر كمان. انا قلت انك رايح تنصرها عليا وتخليني انا امك سبب وجودك في الدنيا قدامها غلطانه. الف سلامه عليك من الغلط يا امي، انت حياتي واغلى حاجه عندي في الدنيا، بس الله يخليك لا تزعلي نوره. كفايه نطير بها. الله يهنيكم. لكن معلش يا احمد، معلش. نورة، أنا أتأسف لك من اللي حصل من أمي. أنا ماني عارفة سويت لها إيه وليه بتتصرف معايا كده. ما عليه، أتحمليها عشان خاطري. عمري وحياتي فداك يا أحمد، بس نفسي أعرف إيش الشيء اللي مزعلها مني كده عشان أبتعد عنه. حتى أنا كمان ماني عارف. انت زعلت يا احمد؟ ابدا، بس حاسس بألم للي بيصير. حاسس انه ممزق بين حب الكبير لامي واشكالاتها معاكي. انا اسفه يا احمد، ما كنت ابغاك تعرف شيء عن اللي حصل. يخص علي انا اتسبب لك في التعب هذا كله. انتي؟ طبعا انا، لأنك متأثر عشاني. أنا لا يمكن أسمح لنفسي إنك تتمزق بيننا. أنا أنت حبي وحياتي يا نورة. بإمكانك تتخلصي من كل هذه المشاكل. كيف؟ تبتعدي عنها. أبتعد أروح فين؟ تطلبي من أحمد يسكنك بعيد عن أهله. ناهد، ما أسمع منك كلام زي هذا تاني. ليه؟ قلت كلام غلط؟ لا يمكن ترتاحي مدام تصرفاتها معاكي كده إلا إذا سكنتي لحالك. صحيح أنا أرتاح إذا سكنت بعيد عنهم، لكن أحمد يرتاح إذا بعد عن أمه وأبوه؟ أنا أعتقد إنه ما يغفر لي ولا يغفر لنفسه تصرف زي هذا طول العمر. هو ما هو حاسس بتعبك؟ لا يا ناهد، أحمد بيتعذب عشاني، لكن انتي ما تعرفي قد ايه حب امه وابوه يقدرهم، وانا لا يمكن اكون سبب في ابعاده عنهم. اذا ما في حل غير انك تكلمي امك. هي تقدر تروح تتفاهم معاهم. لا يا ناهد، ارجوكي خلاص ما ابغى اسمع كلام زي هذا. اقتراحي ده برضو مرفوض؟ ايوه. ليه؟ ما ابغى امي تعرف شيء عن متعبي، ولا أبغاها تتدخل حتى لا تصير حزازات وتزداد المشاكل. وكمان ما أحب أظهر قدام أهل جوزي بصورة واحدة تستنجد بأهلها في كل مشكلة. طب والحل؟ رايحة تفضلي على كده؟
قد ما اعدمها ان شاء الله. فيها أمك يا أحمد؟ ما أدري. يظهر إن في أحد مزعلها. أنت ليه ما تتدخل بين أمك ونورة وتصلح بينهم؟ أصلح بينهم؟ أصلح بينهم في إيه؟ من الشيء اللي هم زعلانين مع بعض بسببه. عين عين وصابتك يا حبيبي. الله يصيبها من عين. أيوة، بس أنت لازم تتصرف، ما تسكت. هي أمي راضية تتفاهم يا عمة؟ أنا لو شفت من بنت الناس شيء ما أقبلوا عليها. سيب أمك عليا، أنا أتفاهم معاه. روح أنت صالح مرتك يا ولدي، روح. بست مريم، ايش هذا اللي سويتيه؟ احنا ما اتفقنا على كده يا صفية. اذا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على انك تقنع احمد انه ما يغالب الاهتمام بنورة ولا يظهر لها حب كله، ويفتكر اني ليه ام في البيت. انا صرت بكرهها بعد اللي سمعته منها بإذني. كل شيء رايح يحصل، بس واحد بطريقتك هادي ما في شيء رايح يحصل. يظهر من الناس دي، شوفي كيف لصقة فيه. اضحكي وابتسمي، بلاش القشرة هادي. اهلا 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 يا حبايبي، اهلا 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 بيك يا عمة. اهلا بيك يا عمة. يا احمد، صلحت نورة ورضيتها؟ انت غالي عندي يا احمد، وعلشان كده نورة كمان غالية. الله يكفيني شرك. تعرف يا احمد، امك راضية عنك وعن نورة، ما في قلبها شيء عليكم. والله صحيح يا عمة؟ اسأل، هي قدامك. ويسألني على ايه؟ كل شيء خلاص. اذا كان كده، بعد بكرة خميس نروح كلنا البحر ونجيل هناك على حسابي. انا ما اقدر اروح يا صفيه، عندي حساسيه في زوري وهوى البحر بيتعبني. خلاص تيجوا عندي في البيت، الفيلا عندنا اوسع. تعالوا انتوا ونتغدى على حسابك. انت بتضحك ليه؟ انت ما قلت انك تبغى تنتقم من زملائك اللي اذوك وفي مقدمتهم سامي؟ الا طيب، وليش رافض تنفذ اللي قلت عليه؟ سامي لو كان بيسوي اللي كنت اسويه انا، كنت نفذت اللي انت قلته. وايش اللي كنت اسوي؟ كنت اتظاهر بمحاربة المخدرات، وفي الوقت نفسه كنت ادور لي على قرش من وراها. اه يا عفريت. عشان كده لما مسكوني ما حاولوا يبرئوني، لانهم شاكين فيه وبيدوروا على دليل مادي، طبعا بالاضافه لحكايه الرشوه. اخ وكفشوك بي فعلا. لكن سامي ما حد يقدر ينتقم منه بالطريقه هذه. لكن راح تفضل كده؟ لا طبعا، راح ينتقم منهم كلهم. كيف؟ شوف يا خليل، لما انت تحب توقع الصراف مصيبه ايش تسوي له؟
تسرق صندوقه. ولما تحب توقع مسؤول مكافحة المخدرات تغرق البلد بيها. أهي قلتها بنفسك. برافو عليك يا وادي خالد. أنا دحين بس عرفت أفكارك تمام، ورايح أخليك تشتغل معانا وأنا مطمئن. أتفضل. تخرج من هنا يا خالد وتروح لقهوة برا البلد. تنادي على القهوجي وتقول له يا قهوجي يا قهوجي. ايوه ابو اربع اسود واحد حجر. في ابو ستة عندنا. بقول لك ابو اربع حلا برا. اجيب ثلاجة؟ ايوه مات الكادي. يعطيك مفاتيح لوري تجيبه وتجي. تفضل هذه البضاعة. براوة عليك يا خالد. خد دول. ايش دول؟ 10,000 ريال. افتح الله. ايش تبغى؟ نص البضاعة ولا نص قيمتها؟ نص البضاعة كتير. على اللي عملته ما هو كتير. يعني ما راح تتنازل؟ برقبتي. رقبتك غالية علي يا خالد. بس لو أعطيتك نص البضاعة راح تقدر تصرفها؟ طبعا دي لعبتي. خلاص راح تقدر تتصرف فيها يا خالد وتصرفها؟ اتفضل يا سيدي. ايش هدول؟ شباشب زنوبة. النص لك والنص لي. اصلي انا راجل حقاني. شباشب. ايوه طال عمرك. غريبه. طب ليه؟ اختبار. اختبار لك والوائل خليل. هذا ما هو سهل. بالتاكيد طال عمرك. بتالي هو حوصلنا للراس الكبير اللي ورا العمليات هذه، وفضلوا طول الطريق مراقبيني بسياره خلفي. خلي بالك من نفسك، انت بتتعامل مع عقليه خطيره. بسرعه خلصنا اخي. حاضر. ساعه جلستني. حاضر. خلاص كده؟ يلا تفضل. شكرا. خلاص انتوا اجلسوا. ما دام اختي صفيه جابت اللحم احنا اللي حنقوم ونشوي لكم اللحم. خلاص يلا يا احمد. يلا انتوا عليكم تجهزوا السفره. ها خليكم ارتاحوا، احنا اللي نشوي. وائل قاعد ليه عندك؟ قوم ساعدهم. ها قوم ساعدهم. كده برضو يا صفية. أمد لك يدي تسيبيني أغرق لوحدي؟ شوية وتشوفي بعينيك إيش أسوي.
الطاحه هذه تصبري بها لحد اخويا واحمد ووائل يخلصوا الشو. اقسمها انا ونجوى. لا نجوى تجيب لي نفسها، هذه ليكي انت. شكرا يا عم. شكرا على ايه؟ على تفاحه؟ انت غلاوتك عندي زي بنتي. الله 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 الله، وانا نسيتيني يا امي. اسكت يا ابو لسان طويل. بس تعرفوا انا لي حق عند احمد ونورة وزعلانه منهم. مستعدين بالحق يا عم. وايش اللي مزعلك مننا يا عمه؟ من يوم ما تجوزتوا نورة ما زارت بيتي ولا مره واحده، وانت عمرك ما قيلت عندي. وصار داري عن حد. ان شاء الله نجيك يا عم. متى يا ابله نورة؟ صدق وائل، متى رايحين تيجوا؟ يعني غدوه اليوم ما كفتك؟ خلاص يا عم نجيكي وقت ما تأمري. خلاص تيجوا كلكم تتغدوا عندي يوم ذكرى جوازكم. خلاص يعني راح نجيكي قريب يا اختي. يعني انت حاسبها يا اخويا؟ انا اللي حاسبها، عشان ناوي اقدم هديه كبيره للدكتور والابله نورة بفلوسي. طيب متى ذكرى جوازهم؟ بعد 15 يوم. برافو عليك يا وائل. بعد 15 يوم؟ هيا 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 لا تفجعوني. الله، صحيح يا عمه بعد 15 يوم. يا لطيف، شوف الايام كيف مرت بسرعه يا مريم. حد كان يصدق؟ ايوه، ما في اسرع منها. ايه ده مالك بتقوليها بزعل كده؟ ها؟ بكرة تشوفي أولاد أحمد وتفرحي بهم وما تحسي إنك عجزتي، ويجروا وراك ويقول لك يا ستي يا ستي يا ستي. ما هو كده يا نورة؟ إن شاء الله. يعني عن قريب حنشوف المولود؟ مولود إيه؟ ولدكم ولا بنتكم اللي جايين؟ هلا هلا هلا، في ولد ولا بنت جايين وأنا ما أدري؟ لا. ليه يا بنتي ليه؟ واحنا مالنا يا ماما؟ مالكم كيف؟ انفجعت من اللي سمعته. بعد سنة جواز جاية الست نورة تقول لنا ايه؟ امي خليني اتكلم، ليش تبغاني اسكت؟ خلاص هدي نفسك يا مريم، هدي نفسك، يمكن نورة ما تحب الاطفال ولا تبغى تعبهم. بالعكس أحبهم زي عيوني. للدرجة هذه يا بنتي؟ وأكتر، كلهم في المدرسة يعرفوني، أحب الأطفال وأحس بالسعادة والبهجة معاهم. في الحالة هذه يا بنت أكفر الموضوع هذا خلاص. فعلا إحنا مالنا، هذه مسألة شخصية يا أمي. خلاص أكفر فمي أحسن. ما تزعلي مني يا بنتي، أنا أقصد مصلحتي. ايش تبغي تقولي يا عمة؟ عشان خاطر ابوك وامك خلي نورة تبطل حبوب منع الحملة هذه. الله يقطعها ويقطع اللي فنها. انا لا باخد حبوب ولا حاجة كمان. انا كنت فاكرة سببها ما حملتي، لكن دحين الحكاية ما ينسكت عليها اكتر من كده. ايش نبغابك اذا ما تجيب لنا خلفة؟ ما في داعي للكلام هذا يا جماعة. خلي نورة تدور على حالها وتشوف نفسها عند دكتور ولا دكتور. نورة ارفع راسك طالع فيا. تبغى تزعليني منك؟ أنا أقدر أزعلك. طيب ليه الدموع والزعل هذا كله؟ دي قضيتنا يا نورة، حاجة تخصنا أنا وإنتي وبس. ولو كنت أنا اللي كلمتك فيها كان لك حق تزعلي.
أحمد بس. خلي عشمك في الله كبير، واللي ما سار اليوم ممكن بإرادة الله يسير بكرة، والأمل في الله سبحانه وتعالى. يلا قومي قومي غسل وجهك قومي. ما حد يضمن الظروف يا ولدي. حتى انت يا ابويا تأثرت بكلام أمي وعمتي؟ لا يا ولدي، الموضوع هذا شاغلني أنا من زمان، كنت بس مستني فرصة أفاتحك بيه. تفضل يا ابويا. وانت يا ولدي بتدرس، وانا أمني نفسي من زمان انك لما تتخرج وترجع بالسلامة تمسك المؤسسة. رجعت ورفضت تمسكها، قلت زي بعضه، بكرة يتجوز ويخلف وينجب أولاد، وأولاده يكبروا ويمسكوا إدارتها. يا ابويا أنا خليني أكمل كلامي يا ولدي. أحمد يا ابني، أنت عارف إنك وحيدي ومالك لا إخوان ولا أخوات، والثروة دي اللي عندي كلها يلزمها أولاد ولا بنات عشان يورثوها من بعدي وبعدك. كله بإرادة الله يا ابويا. ونعم بالله، بس ربنا سبحانه وتعالى أعطانا عقل عشان نفكر به. يعني إيش تبغاني أسوي؟ زي ما قالت عمتك، تعرض زوجتك على دكتور أو دكتورة ويشوف إيه الأسباب، وإذا كانت هي ما تنجب أولاد ولا بنات، دي بسيطة، أزوجك أنا واحدة تانية وتالتة كمان. كلام إيه هذا يا أبوي اللي بتقوله؟ هذا الكلام اللي بقوله بس، ولا تناقشني مرة تانية فيه، ولا تبغاني أموت بحسرتك؟ مساء الخير يا ماما. وإذا كانت هي ما تنجب أولاد، أنا مستعد يا ولدي أجوزك واحدة تانية وثالثة. ليه ما شربت الشاهي يا وائل؟ ليه ما شربت الشاي يا روح ماما؟ إيش معنى يعني؟ عشان هي ضيفة عندنا، بكرة تروح بيت عريسها، بيت كبير يليق بمقامها. عريس ايه؟ من فين جبت الكلام هذا؟ بكرة ان شاء الله تشوفي بنفسك. ايه الحكاية بالضبط؟ الحكاية واحد اتقدم يخطبك، وامي وافقت من غير ما تقول لك. طول عمرك ذكي يا حبيبي. يعني ايه؟ طمنيها قولي لها، مين تعيس الحظ؟ ولا أحد، خلاص لما يجي تعرفه. طيب قولي لنا اسمه يا أمي، أوصفي لنا شكله. واحد انتوا الاثنين بتحبوه وتعزوه كمان. فهمتي؟ فهمت ايش؟ متهيألي امي بترسم على شيء عشانك انت. انت موافقة على كده يا نجوى؟ ياه، كل هذا يصير لنورة وانا ما ادري؟ مسكينة، انا خايف لنفسيتها تتدمر لو استمرت على هذا الحال مع ام احمد. انا بفكر هرج احمد في الموضوع، يمكن يقدر على امه يقنعها. سيب احمد في اللي هو فيه، مدام بيتصرفوا مع نورة كده ضروري بيقولوا لأحمد نفس الكلام.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا أحمد شوية، أبغى أتكلم معاك قبل ما تطلع غرفتك. ما راح نعطلك عليها كتير، أقعد. لزوم إيه الكلام هذا يا أمي؟ أنا قلت ما أقعد. إيش سويت بموضوع الدكتور؟ الحقيقة يا أبويا، الحقيقة إنك رميت كلام أبوك ورا ظهرك وما سألت فيه، كأن كلامه ما له قيمة عندك. يا أمي كلام إيه هذا اللي بتقولي عليه؟ أنت وأبويا أغلى عندي من حياتي. وليه ما اهتميت بالكلام اللي قلت لك؟ هو أنا يا ابني خلاص أنا كبرت وعجزت، وكل منايا ولدي من الدنيا هذه حاجة واحدة بس، لمنايا يا أحمد إن أشوف أولادك قبل ما أموت. ليه يا ولدي ما تبغى تريح؟ لا تبغى تخلي أيام اللي باقية من عمري أيام تعيسة؟ هي دي المكافأة اللي بتكافئني بيها يا أحمد في آخر أيامي يا دكتور؟ أنا يا ابني خلاص كبرت، كل منايا من الدنيا هذه حاجة واحدة بس، أشوف أولادك قبل ما أموت. بكرة يا أختي تشوفي أولاد أحمد وتتهني بهم، ولا تحسي أبداً إنك عجزتي. يتشاقوا ويجروا وراكي ويقولولك يا ستي يا ستي يا ستي. إيه يا أحمد؟ في أحد يسيف نفسه كده؟ غصب عني يا سامي. لا 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 لا، انت لازم تنتبه لنفسك. موضوع الانجاب هذا لو حطيته في مخك بالشكل هذا رايح تضيع يا اخي. اسوي ايه يعني؟ ما صارت لنا سيره في البيت غيره. كل ما احاول انسى الموضوع هذا الاقي اللي يفكرني بيه، خاصه ابويا وامي. انا من رايي تقطع الشك باليقين. يعني ايه؟ تعرض زوجتك على دكتور او دكتوره. لا. ليه لا؟ خايف للدكتور يقطع الأمل اللي أنا ونورة عايشين بيه. رايحة تكون صدمة كبيرة علينا لو الدكتور قال إنها عاقر. ما عندك فكرة يا سامي قد إيه زوجتي تحب الأطفال. نعم أمي، إذا كنت تحبيني سيبي أحمد ونورة في حالهم. وأنا إيش سويت لهم؟ ما كان مفروض تفتحي لهم موضوع الإنجاب. أنا كان قصدي مصلحة ولد أخويا. أمي لازم تعرفي حاجة مهمة. إيه هي؟ جواز نجوى من الدكتور أحمد مستحيل. اتفقت أنت وهي على كده؟ أيوة اتفقنا. على راحتكم، أنا ما أقدر أغصبها على حاجة تكرهها. يعني خلاص؟ دي حياتها وهي حرة فيها. شكرا يا أمي، وياريت تصلح بين أحمد وخالي. من العين دي قبل دي. بس كيف يا ولدي وخالك ومرات خالك مشتهيين يشوفوا ولدهم ولد ولا بنت؟ ونورة لا تنجب لا أولاد ولا بنات. أصلح بينهم كيف؟ الليلة عارف أنا جانا من الدرب فرحان، الليلة عارف أنا جانا من الدرب فرحان.
كده تخليني لوحدي؟ ليه ما تردي عليا؟ زعلانة منك. ليه؟ حصل مني حاجة؟ ايوه. ايش هي؟ افتكر انت ايش سويت. انا ولاني فاكر حاجة، فكريني انت. الناس صارت عارفة باللي تعبك، وانا اخر من يعلم. ناس مين وغيره مين؟ انا ماني فاهم شيء. كلام ابوك وامك عن الاطفال نورة، واللي حصل لك ليل ونهار بسبب الحكاية هذه. ارجوك يا اسكتي خلاص. وعذابك وانت بتسمعه وما انت قادر ترد عليهم. انت كيف عرفت الحكاية هذه؟ من اخويا فتحي. فتحي؟ صار لي زمان ما شفته ولا صارحته بشيء. قلت لسامي وصارحته، وسامي قال لفتحي. ماله حق سامي؟ عشان ما تبغى تشركني في عذابك. ليه يا احمد كده؟ انا احق واول واحده لازم تعرف عنك كل شيء. ايوه يا نوره، بس مشكلتنا ما لها حل. تفتكر كده؟ ناوي تقول ايه بالضبط؟ احمد، انا بدي اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. ليه ما تبغاني اروح لدكتور؟ رد علي يا احمد، ارجوك رد علي. خايف. من ايه؟ ما ادري يا نورة. محتمل الدكتور يقول كلام ما يعجب ابويا وامي وياخذوه حجة ضدك ويطلبوا منك تطلقني. ما هو كده؟ ارجوكي ما اسمع منك الكلام هذا تاني. انا اضحي بحياتي وعمري ولا افرط فيكي. للدرجة هذه تحبني يا احمد؟ انت شايفة ايه؟ اليوم هذا جاي تسأليني السؤال هذا يا نورة؟ اذا خلاص خليني اروح لدكتور، وكرم ربنا كبير. ماما شافت لك دكتور واخذت لي منه ميعاد بكره الساعه 5. بكره؟ ايوه بكره. ميعاد ما هو مناسب ولا ايه؟ ابدا مناسب، بس ما كنت متصوره انه يكون بالسرعه هذه. ايش نبغابك اذا ما بدي منا خلفة؟ واذا كانت هي ما تنجب اولاد، انا مستعد يا ولدي اجوزك واحدة تانية او ثالثة. بكرة يا اختي تشوفي اولاد احمد وتتهني بهم، ولا تحسي ابدا انك عجزتي. يتشاقوا ويجروا وراكي ويقولوا لك يا ستي يا ستي يا ستي. نور، احمد ايش بك؟ عسى خير. ابدا ما في شيء. ما في شيء؟ باين عليكي قلقانه متضايقه. ما هو جايني نوم. ليه؟ بتفكري في حاجه؟
لازم بتفكري في شيء تعبك. ابدا ابدا ما في شيء. تدسي علي يا نوره؟ اصله في خلاف بين فتحي وناهد، وابغى اروح بكره العصر اصالحه. وده سبب يخليكي قلقانه وصاحيه لهذا الوقت؟ بحاول ارتب الكلام اللي بدي اقوله لفتحي علشان ما يزعل ناهد تاني مره. لا 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 لا، سيبي فتحي علي، انا اخوكي، انا اعرفه اكتر منك. انت؟ طبعا انا. تفتكري ما اقدر اقنعه؟ لا يا احمد، لا ارجوك. معلش يا احمد، محتمل ناهد تزعل لما تعرف اني قلت لك بخلافها مع فتحي. خلاص يا ستي بلاش، يا انا انت فيك الخير والبركه. فتحي ما صحي؟ الا صحي. طيب قولي له يجي يوصلني بيت اخته قبل ما يروح علينا معاد الدكتور. حاضر، دحين انا دي. نورة، انت لسه ما لبستي؟ ماني رايحه يا امي. كلام ايه هذا؟ هو انا اللي قلت تروحي للدكتور ولا انت؟ مين اللي طلب؟ انا اللي طلبت، وانا اللي تراجعت في كلامي. ليه؟ في حاجه حصلت؟ لا، احمد رفض انك تروحي للدكتور. احمد ما عنده خبر اني رايحه. طيب ليه انت ما تبغي تروحي؟ خايفه يا امي، خايفه، خايفه ما ادري ليه. طول ليله البارح ما قدرت اتلم على اعصابي، وفي نومي وصحياني افكار كثيره بتجيلي. بتعذب يا امي، بتعذب، خايفة أهل أحمد يشمتوا فيا. لو الدكتور قال لي حاجة يتمنوها، ما هم رايحين يرحموني ولا يرحموا أحمد، رايحين يفرقوا بيننا ويبعدونا عن بعض. الله موجود يا بنتي، خلي اتكالك عليه ولا تخافي. قدر اللي أنا فيه. طول الليل بقول يا رب، طول الليل بدعيله انه ما يفرق بيني وبين احمد. ربنا كريم يا بنتي، ان شاء الله ما يفرق بينكم الا الموت. الموت اهون لي واهون لي من انهم يفصلونا عن بعض. انا وجوزي سعداء، ليه يتدخلوا بيننا ويسببوا لنا الالم هذا كله؟ وبعدين معك يا بنتي، انت كده بتقضي على نفسي، وصحيح يشبتوا فيكي. طيب اسوي ايه؟ اعمل في نفسي ايه؟ تروحي معايا للدكتور ولا الله كاتبه رايح يكون يا بنتي؟ ايش بك اتفاجأت؟ ما انت سامع الدق على الباب. روح روح افتح الباب. افتح كيف وانا ماني عارف مين هو؟ هذا حامد. هذا حامد؟ حامد مين؟ حامد هذا صاحبي ودراعي اليمين. يا ابوي روح افتح الباب وانت متنع كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا والله ابو حميد. خالد عارف؟ اهلا يا ابو حامد. اهلا.
لا 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 دول ما شالوا كده يا ابو حميد. اجل كيف؟ اتبعتر على الارض وده ثمنه غالي اكتر من 1,000,000 ريال. هو في كيلو دقيق ب1,000,000 ريال؟ اصله دقيق فاخر جدا هيروين يا ابو الخل. ها ايش قولك يا حامد؟ ما هو وقت القول دحين يا خليل، وقت العمل. حضرت القزاز المطحون؟ قزاز؟ ليه؟ نزود الكمية يزيد الربح. قزاز مع الهيروين؟ وايش فيها هادي بس؟ بس هادي يموت. يموت اللي يموت يا اخو، احنا ايش لنا؟ طيب لما زبائننا يموتوا نصرف بضاعتنا لمين؟ للي يشتري جديد يا حلو. ايش قولك يا حامد؟ اقول ايش؟ لازم البضاعة تختلط بأي شيء عشان تزيد وزنها. دي كلفتنا كتير. نخلطها بأي شيء تاني بس غير القزاز. شمة واحدة يا ابو الخيل تودي صاحبنا العالم تاني، ويمكن ترجب لنا مشكلة. طيب عندك حل؟ يعني نخلطها بأي شيء تاني، اسبرين، حاجات من عند العطار، حاجات زي كده. معقولة والله. ايش رأيك يا حامد؟ خير يا دكتور؟ خير خير ان شاء الله. يعني يا دكتور، يعني نتيجة التحاليل تظهر بكرة بإذن الله. بكرة؟ بكرة ممكن تبعتي أي حد ياخدها. أي أحد إيه يا دكتور؟ لا لا أرجوك، أصحى تعطي النتيجة لأي أحد غيري. أنا آجي بكرة وأخدها منك.